مرحبا. طبعا احنا في ملبورن في منطقة مشهورة انه فيها صينيين كتير. اذا بتلاحظوا يمكن اللي شفناهم لحد هلا خمسة مش صينيين، الباقي كلهم من اصول صينية. حتى معظم المحلات يعني بنحكي نسبة 70% بالموجودين بهاي المحطة كلهم صينيين. منطقة مشهورة كتير. احنا في فيديو سابق حكينا انه هم حوالي 40,000 نسمة هون في مدينة ملبورن. طلع على الوجوه على كل حال حبينا بس نورجيكم هاي المحطة اسمها بوكس هيل مشهورة.